اليوم احنا زيارة ضمن برنامجنا للتأكد أيضا من الاحتياطات اللي ينظمونها الزملاء ويرتبونها على مستوى أسواق الخضار اللي هو نموذج من النماذج اللي يكون فيه خطورة فرصة أكبر لانتشار المرض. فاليوم فقط للإطمئنان على وضع الاحتياطات وأن جميع العاملين يأخذون حقهم ويأخذون احتياطاتهم، وأيضا المداخل للمواطنين بحيث أنها تأخذ وضع احترازي لجميع أبعاد هذا السوق، وأيضا نتأكد بشكل آخر من وضع السوق، توفر السلعة والأسعار. جميع الجهات الحقيقة تعمل على قدم وساق، وجميع القطاعات بما فيهم الجهات الأمنية والبلدية يعملون على تطبيق هذه القرارات اللي تخرج أولا فأول ونطبقها تباعا، ويكون التنفيذ ولله الحمد على أرض الواقع. الزملاء مستعدين، وأيضا في برامج كثيرة تتم بشكل اليوم استثنائي مختلف عن الوضع السابق، بحيث أنها حولت أغلب الفرق إلى التطهير والتعقيم اللي هي فرق كانت مكلفة بأعمال أخرى، حولناها إلى فرق وضاعفنا الفرق 5 أضعاف في هذا الجانب للاستفادة والسرعة، وأيضا للقضاء والقضاء على أي فرصة لتكون هذا الفيروس.